الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يخرج نباته بإذن ربه يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم 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 من قريتكم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وهم يجمحون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا قل استهزئوا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم 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 من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين. قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس
فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم والله أخرجكم والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها 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 فإن عدنا فإنا ظالمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك لمن الناصحين فاخرج إني لك من 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 الناصحين فاخرج 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 إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها
خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون وهم يصطرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الغفور وهو الرحيم الغفور والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق
يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون 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 من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر يخرج منها اللؤلؤ والمرجان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ليخرجن 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 الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون يوم يخرجون يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 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 إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. أعيذك بالله الواحد القهار ذا الجلال والإكرام الغفور الرحمن الخالق القوي العزيز الجبار القوي العزيز الجبار القوي العزيز الجبار القوي العزيز الجبار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة طيبة مباركة بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشفي أنت الشاف اللهم اشفي أنت الشاف اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وعليك بأعداء الدين وأعداء المؤمنين وأعداء المسلمين. اللهم نعوذ بك من شر كل شيطان رجيم ونعوذ بك اللهم من شر كل مس خارجي أو من كل صرع أو من كل من تسلط على هذا البدن أو من كل من صرع هذا البدن أو من تلبس على هذا البدن. اللهم أهزمهم اللهم أهزمهم اللهم أهزمهم اللهم أخرجهم. اللهم يا الله يا قوي يا ذا الجلال والإكرام سبحانك أنت الذي ترى ولا نرى سبحانك أنت علام الغيوب لا إله إلا أنت يا حكيم يا عزيز يا قوي آمين.